هنسمع بقى حكايات جامدة قوي، حكايات من احتفالات الكريسماس الغريبة في العالم. خد بقى عندك يا شيف أول حاجة. كل أذن صاغية لحضرتك. بيقول لك إيه؟ بيقول لك في البرتغال لما بيجوا يتعشوا مع بعض ليلة الكريسماس بيكون في العشاء اللي قلنا عليه، لو حد عندهم متوفي في العيلة بيعملوا حسابه. بيعملوا حسابه إزاي؟ كرسي وطبق كله؟ بالظبط، يسيبوا له مكان على السفرة فاضي، مكانه كده موجود. ما شاء الله. باعتبار إيه؟ إن أرواحهم هترجع بالليل تاكل. وبيقول لك كمان بقى في النرويج، عارف النرويج؟ عارف طبعا النرويج. رحت النرويج قبل كده؟ لا ما رحتش، بس عارف النرويج. أنا ما رحتش النرويج. بيعتبروا إن ليلة الكريسماس دي هي الليلة اللي بتنطلق فيها الأرواح الشريرة للسما. فبيعملوا إيه بقى عشان يضمنوا إن الأرواح دي ما توصلش للسما؟ ما تروحش السما. بيخبوا المقشات. ما هي علاقة المقشات بالموضوع يا بص؟ بص، هم عندهم الاعتقاد إن الأرواح دي بتستخدم المقشات وبتركبها عشان توصل بيها للسما. تطير بيها. مش دايما في أفلام الهالوين وأفلام الرعب والأرواح كده تلاقيه المقشة، فاكر هاري بوتر؟ أيوه بالظبط، المقشة طايرة كده. طاير بالمقشة. في علاقة بين الماجيك والمقشة قوي جدا. حاجة كده زي اللي كنا بنشوفها زي ما بقول لكم في الأفلام. في الأفلام والمسلسلات. يعني هم عندهم اعتقاد إن ليلة الكريسماس الشياطين بتطلع السماء بالمقشات. بالمقشات، عشان كده بيخبوها، بيخبوا المقشات عشان الأرواح دي ما تعرفش تلاقيها. عندنا بقى فين؟ في أوكرانيا. أوكرانيا، ماشي، رحت أوكرانيا. أوكرانيا لما بيجوا يزينوا الشجرة بيحطوا فيها حاجة غريبة جدا. ايه هي؟ احنا بنحط ايه عادة في الشجرة؟ بنحط اللعب بتاعت الكريسماس، اعياد الميلاد، الكور والاجراز والهدايا، والهدايا والفيونكات والحاجات دي والايس التلج عليها. في اوكرانيا بيحطوا عناكب. عنكبوت؟ عنكبوت. بيقولوا ان السر في الموضوع راجع لايه؟ لواحدة ست يعني كانت على قدها شوي، حبت تحتفل بالكريسماس وما كانتش لاقية أي حاجة تزين بيها الشجرة، فنامت زعلانة جدا وصحت الصبح لقت عنكبوت عنكبوت عامل شبكة على الشجرة بتاعتها، فبقوا من يومها يحطوا العنكبوت في كل شجرة. بس خدي بالك كمان في ألمانيا بيحطوا مخلل في الشجرة. معقولة؟ حاجة أغرب كده. مخلل اللي بناكله؟ بيخبوه في مكان في الشجرة. ليه؟ عشان الأطفال يقعدوا يدوروا عليه واللي يلاقيه ياخد هدية، اللي هو زي التاج بتاع الجالنت بالظبط. تعرف الهدية عبارة عن إيه؟ إيه؟ ليمون مع عصفر. الهدية لما يلاقوا المخلل ده ياخد ليمون مع عصفر. شفتي في ألمانيا؟ دي حاجة عجيبة جدا في ألمانيا. ليمون معصفر على شجرة الكريسماس. لسه هنكمل بقية الاحتفالات في كل مكان في العالم، أغرب الاحتفالات بس خلي